بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم جميعا في حلقه جديده من حلوه يا بلدي. حلوه مصر، حلوه بتاريخك، بشعبك، بنيلك، بحضرتك الكاميرا. طبعا انا برحب بزميلتي الاستاذه نعمه خليل. اتفضلي يا استاذه نعمه. برحب بحضرتك يا استاذ يحيى، مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا دايما حلوه يا بلدي، حلوه بعراقتك، باصالتك، بتاريخك، حلوه بمجدك، حلوه بشموخك على مر السنين، حلوه بشعبك الطيب الاصيل، وتستمر بلدي دائما في اجمل الاحوال، دائما حلوه يا بلدي. طبعا النهارده الحمد لله لازال البرنامج بيحقق صدى على اعلى مستويات واتصالات على اعلى المستويات. طبعا انا بتقدم بالشكر لكل اللي سأل علينا وعلى فريق عمل البرنامج بعد الحلقة اللي فاتت. وطبعا لازلنا نتحدث ان احنا ناس منكم بنشيل همكم، بنحاول نشيل التراب اللي على بلدنا، سواء كان فساد او كان حد مش عايز يساعد ابن بلده يعمل مشكلة ليه، اي حاجة. احنا بنحاول نتواصل بصفة عامة مع الناس كلها ونحاول نوصل صوتكم للمسؤول عشان تفضل حلوة يا بلدي. النهاردة معانا حالة أستاذة نعمت، الأستاذة هبة فطير من المنزلة مطرية من محافظة الدهلية. طبعا اتعرضت لفيروس خطير جدا أثناء الحمل. هنطلع نشوف التقرير ونرجع نعمل مداخلة مع الدكتور عادل عبد السلام، أستاذ المناعة والروماتويد بكلية الطب جامعة المنصورة. نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم نعمل المكالمة الهاتفية مع الدكتور عادل. موجودة معانا اللي أصيبت بالفيروس الخطير، أم لثلاثة أبناء، الصورة تكفي، وبنحاول إن احنا نساعدها لما جالنا الفيديو منها، وبنتحاول نتواصل الآن مع الدكتور المعالج وإزاي نقدر إن احنا نقدم لها خدمة علشان نخفف العبء عنها هي وأسرتها. طبعا معايا الدكتور عادل عبد السلام، أستاذ الروماتويد وأجهزة المناعة بكلية الطب جامعة المنصورة. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ طبعا حضرتك دكتور عادل من احد الدكاتره المشرفين على حاله هبه الصغير، اتفضل. طب هي هبه حاله يعني انسانيه، انا شفتها من حوالي سنتين. تمام. انتوا سامعيني؟ اللي في صدى صوت مش لا حضرتك، بس صوت التلفزيون عند حضرتك لان احنا انا مش قدام التلفزيون. سامعين حضرتك كويس؟ اتفضل يا دكتور. طيب انا شفتها بقول من سنتين. تمام. انا ما شفتهاش الحقيقه بقالي سنه، مش فاكر اخر مره شفتها امتى.
تمام. هي كان فيها يعني عدة أشياء، يعني حاجة محتاجة دكتور طبيب عظام مع طبيب تجميل مع طبيب مناعة مع طبيب نفسي. كل ده دكتور عادل؟ برضو المرض ده عبارة عن ايه يا دكتور عادل؟ لا، هي عندها عدة أشياء وأدت برضو الحاجات معقدة شوية. هي عندها كان عندها خلل مناعي بيؤدي لتآكل الأنسجة، تمام. يعني يؤدي لتآكل أنسجة العظام والعضلات، تمام. عشان كده احتاجت بتر كذا مرة، وللأسف كان كمان الجروح ما كانتش بتلتئم تماما، تمام. فكانت بتحتاج عملية تجميل بعدها، احنا شفناها في أحد المرات من دي، تمام. فكنا حجزناها في مستشفى جامعة المنصورة، وأخذت بعض الأدوية وقعدت عندنا فترة لحد ما التأمت الجروح وبعدين خرجت. أنا ما أعرفش بقى بعد كده رجع تاني، هل مثلا ما كانتش أخذت الأدوية أو حصل إيه، لكن تجدد الأمر تاني. وهي الصورة اللي مبعوتة لنا والتقرير اللي مبعوتها دكتور عادل زي ما حضرتك شفته بالظبط. حاولنا انا الحقيقه ما نتواصل شفتش مع اكتر من التقرير، دكتور لكن كمان. انا شفت المريضه نفسها من حوالي سنه، تمام. فيعني انا اعتقد انها محتاجه تتحجز في مكان يكون فيه التخصصات اللي قلت عليها دي، لانها محتاجه كذا حد متميز في العظام وجراحه تجميل ومناعه وطب نفسي. دكتور بعد اذن حضرتك ذكرت ان الخلل المناعي كان السبب في حالتها، ازاي نقدر نتجنب الخلل ده وان الانسان يكون حذر منه؟ لا، هو مش الحلقة عن هبة، الحلقة عن هبة، لان دي حالة نادرة، يعني مش بتتكرر. لا، واحد يعني في المية بتتكرر مثلا، بس حالة صعب، يعني صعب تجنبها، يعني مش هقول لك اعملي كذا كذا، مش حالة هبة يعني. ايوه، انا بشكرك يا دكتور عادل، وطبعا بتوجه لحضرتك بجزيل الشكر، وطبعا بنتوجه للسيدة وزيرة الصحة بتبني حالة هبة، وطبعا اللي عايز يساعد هبة، أي حد عايز يساعد هبة أو يتواصل معها سواء من داخل مصر أو خارج مصر، رقم هبة على الشاشة ويتواصل معها على طول. احنا طبعا مهمتنا الأساسية إن احنا بنوصل صوت أي حد للجهات المسؤولة أو من يريد أن يساعد هبة. طبعا انا بشكركم جدا على التقرير اللي اتعمل، وبشكر بالاخص الاستاذ هشام خيرت على المجهود الكبير اللي عمله في التقرير.